صورة من التلفزيون الجزائري. مشاهدينا أهلا بكم. بداية، حط صبيحة اليوم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم الرحالة بمدينة بواكي بكوت ديفوار قادما من لومي الطوغولية على متن طائرة خاصة للمشاركة في الطبعة 34 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة ما بين 13 جونفي و 11 فيفري 2024. وكان أشبال المدرب الوطني جمال بالماضي قد اختتموا تربصهم مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة الطوغولية بمباراة ودية أمام منتخب بوراندي فازوا فيها برباعية نظيفة، وهو الفوز الثاني على التوالي وديا بعد مواجهة منتخب الطوغو. وبعد انتهاء تربص لومي، انتهز رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي الفرصة للتوجيه باسمه ونيابة عن أعضاء مكتبه رسالة شكر وامتنان لنظيره الطوغولي لاستقبال الحار الذي لقيه الوفد الرياضي الوطني وللإمكانيات التي تم تسخيرها لإنجاح هذا المعسكر التدريبي. المنتخب الوطني ولدى وصوله إلى مطار بواكي وجد في استقباله سفير الجزائر بالكوت ديفوار السيد يحيى بوعسيلة، الذي أكد حرصه على وضع المنتخب الوطني في أحسن الظروف طيلة تواجده بالكوت ديفوار. كل الترتيبات قمنا بأخذها من أجل الوصول والأريحية المنتخب الوطني، سواء من ناحية الإمنية ومن ناحية الإيواء أيضا. الفندق يعني مجهز الآن، وفيه تحضيرات أخرى ليس فقط المنتخب الوطني، المناصرين أيضا. فيه الترتيبات أخذت من طرف وكالات السياحة مشكورة يعني. الإقامة ستكون في ظروف جيدة في بواكي، في ماسوكرو، وممكن في مدينة كاتيولا. وأعتقد من ناحية الأمنية كل شيء يعني جاهز، ومن ناحية أريحية المناصرين كل شيء متوفر يعني لحد الساعة. وطبعا احنا نبقى متابعين كل انشغالات، حتى رجال الإعلام أيضا، كل جميع يعني هم في داخل انشغالاتنا، اي شيء ممكن نقوم به راح نكون موجودين ان شاء الله. شكرا. وبعد وصول المنتخب الوطني الى مطار بواكي على متن طائره خاصه، تحدث رئيس الوفد الجزائري كريم قاصد للتلفزيون الجزائري بخصوص تربص الخضر بالطوغو، اقول مؤكدا في نفس الوقت على حرصه التام لوضع المنتخب في احسن الظروف خلال الكان. الاول بري كومبيتيتيف لاولا تحضير الفريق الوطني للكاس الافريقيا، وكذلك لادابتاسيون دي جوار بارابور للكليما اللي راه افريكا هنايا. حنا الهدف تاعنا هو ضمان كل والوقوف على كل صغيره وكبيره، سواء البريزون فيديراسيون ولا البيرو فيديرال، باش الفريق الوطني يتحسن على احسن ظروف. وان شاء الله حنا كيما نقولوا رانا معاه، والشعب الجزائري راه معاه، باش ان شاء الله تكون الدوره مربوحه ان شاء الله على الشعب الجزائري والدوله الجزائريه. وانتم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. أكد مدير اللجنة المحلية لتنظيم الكان بمدينة بواكي يحيى كوني أن كل الأمور باتت مضبوطة من الناحية اللوجستيكية، وأن الملاعب هي تحت تصرف المنتخبات المقيمة ببواكي، ومن بينها المنتخب الجزائري، وهو مؤكده أيضا نائب رئيس بلدية بواكي آسي لوي كابيلا. على مستوى بلدية بواكي أعتقد أن الملاعب جاهزة وهي تحت تصرفكم بدءا من هذا المساء. المرافقة الأمنية، النقل، الإيواء، كل شيء جاهز، وننتظر فقط وصول جميع المنتخبات لنستقبلهم بحفاوة تعودنا عليها هنا بمدينة بواكي. الكثير من الأنصار يريدون دعم المنتخب الجزائري لأنه يلعب كرة جميلة، ونحن ندعم الفرق المتألقة، وهي فرصة لنرحب بكم هنا ببواكي المضيافة، والشعب والجماهير جاهزة لحسن الاستقبال مثل ما ستلاحظونه هنا بالمدينة.
المنتخب الوطني وبعد حطه الرحال بمكان إقامته بمدينة بواكي الإيفوارية سيجري بعد قليل أول حصة تدريبية له ستخصص للاسترجاع بملعب ثانوية كلاسيكية وستعرف حضور كامل التعداد بداية من الساعة 6:30. وللحديث أكثر عن وصول المنتخب الوطني إلى مدينة بواكي والأجواء السائدة هناك يلتحق بنا مباشرة مبعوث التلفزيون الجزائري إلى الكوديفوار إسماعيل بن قيدية. إسماعيل مرحبا بك. إذا في انتظار أن يلتحق بنا إسماعيل بن قيدية على المباشر نواصل في أخبار المنتخب الوطني. إذا تربص المنتخب الوطني الذي أجراه بمدينة لوميا طوغولية اعتبره الناخب الوطني بالهام من أجل الجاهزية والتأقلم مع مناخ شبيبة أو شبيه بمناخ الكوديفوار. وليد غريبية يعود بنا إلى أهم ما ميز معسكر الخضر بالطوغو. تربص لومي الذي اعتبره الناخب الوطني ناجحا جعل رفقاء القائد رياض محرز يدخلون أجواء المنافسة، كما كان فرصة لخلق الاندماج والانسجام لا سيما بالنسبة للعناصر الشابة التي تكتشف أجواء الكان لأول مرة. على بالنا بلي المستوى يكون عالي في هذه المنافسة، بصح نوسي اون 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 انا الطموح انا دي زامبيسيون ولي جوغ راهم حابيني يديروا حاجه كبيره ونفرحوا شعبنا سورتو لا ميسيون تاعنا هذه هي نفرحوا شعبنا اي دونك ان شاء الله نوا فير لو ماكسيموم اللي فينا ما نفرحوا شعبنا. العد التنازلي بدا والظروف باتت مهيئه على امل تحقيق مشوار طيب يشرف الكره الجزائريه وينسع عشاق الخضر خيبه الطبعه السابقه بالكاميرون. وللحديث أكثر عن الأجواء التي ميزت وصول المنتخب الوطني إلى مدينة بواكي الإيفوارية يلتحق معنا مباشرة من هناك مبعوث التلفزيون الجزائري للكوديفوار إسماعيل بالقيدية. إسماعيل مرحبا بك. إذن بعدما رأينا صور وصول المنتخب الوطني إلى مدينة بواكي، ما هو برنامج المنتخب الوطني وكيف هي وضعية التعداد قبل بداية الأمور الجدية؟ مرحبا. إذن هنا ببواكي بعد الوصول للفريق الوطني وبعد استراحة خفيفة في النزل الذي خصيصا للفريق الوطني، يتواجد الآن الفريق الوطني في حصة مغلقة، حصة تدريبية مع التعداد المتكامل. نظن هي حصة تاع ديكراساج استرخاء وكذلك للالتقاء بهذا الجو الحار الساخن هنا ببواكي. الكل الأنظار لهنا متوجهة إلى الحصة التدريبية ولكن للأسف راهي مغلوقة اليوم، ما كان حتى صور تخرج من هذا الملعب اللي هو متواجد في الثانوية الكلاسيكية الليسي كلاسيك تاع بواقي. جمهور كبير ما تشوفوش انتم ولكن احنا راهو داير بينا هنا قاعد يشوف، لأنه كل سكان مدينة بواقي راهم مع الفريق الوطني وإن شاء الله راهو يشجعوا، وعدونا انهم يكونوا يشجعوا الفريق الوطني. الشيء اللي نقولوه هو الكل ظروف راهي مهيئه والظروف جد وحسنه لكي الفريق الوطني يذهب بعيدا في هذه المنافسه. اذا اسماعيل بالقيدية شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشره من مدينه بواكي الإيفوارية. بعيدا عن اخبار المنتخب الوطني وفي البطوله المحليه حقق فريق شباب الوزداد لكره القدم فوزا ثمينا على وفاق سطيف وبملعب هذا الاخير بعد فوزه امس بنتيجه 3-0، وذلك في المباراه المتاخره عن الجوله 7 من الرابطه المحترفه لكره القدم. اهداف المباراه نتابعها في هذا الملخص بتعليق علي جعفر. تنفيذ الركنية هذه المرة من الجانب الأيمن، تلعب الكرة مباشرة، أول أهداف المباراة في الدقيقة 5. ليونيل وامبا يفتتح مجال التهديف مبكرا. المحاولة بالوزدادية داخل منطقة الجزاء، المحاولة تبقى متواصلة، الكرة من هناك، الهدف الثاني لشباب الوزداد، واي هدف باي طريقه، الهدف الثاني العوافي
العوافي يوسف يتمكن من إضافة الهدف الثاني. كون سيتي إبراهيمي يحيى أمير نوري أمير زموم هنا الكرة الصيفية. لا 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 الهدف الأول أول أهداف الوفاق مع بداية الشوط الثاني. تبديل وتغيير آخر من جانب الوفاق الصيفي مشعل باسم سيأخذ مكانه بعد قليل. كرة خطيرة هدف ثالث. في خبر آخر، تنقل المنتخب الوطني لكرة اليد رجال اليوم إلى تونس لمواصلة استعداداته للنسخة 26 لبطولة إفريقيا للأمم بمصر 2024 والتي تجري ما بين 19 و28 جونفي المقبل. التربص الذي سيستمر إلى 15 جونفي سيلعب خلاله الخضر مباراتين وديتين أمام منتخب تونس وغينيا وديا، ليسافر بعدها وفد المنتخب الوطني الجزائري مباشرة من تونس إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في المنافسة الرسمية. ويلعب الفريق الوطني في المجموعة الثانية بمعية المنتخب المغربي الغابون وليبيا، للإشارة أن البطولة الإفريقية ستكون مؤهلة للألعاب الأولمبية وكذا نهائيات كأس العالم 2025 المقررة بكل من كرواتيا والدنمارك والنرويج. وفي كرة السلة، فاز أمس وداد بوفاريك على اتحاد الجزائر بنتيجة 78-63 في مباراة مؤجلة عن الجولة الثانية لبطولة القسم الممتاز جمعت بينهما بقاعة حرش حسان بالعاصمة. وبهذا الفوز يرتقي الوداد لصدارة الترتيب بمجموع 14 نقطة، بينما يحتل اتحاد الجزائر المركز الثالث ب12 نقطة. تفاصيل اللقاء نتابعها في تقرير أحمد سويلح. رغم هاجس الإصابات التي عانى منه الفريق، لم يفوت وداد بوفاريك فرصة مواجهة اتحاد الجزائر بقاعة حرش حسان بالعاصمة من أجل العودة بنتيجة إيجابية بفوزه ب78 سلة مقابل 63. الشوط الأول دخله اتحاد الجزائر بأكثر تركيز وإصرار على تحقيق الانتصار، فقدم اللاعبون ما عليهم بلعب منظم وانضباط كبير، وأثمر ذلك عن نهاية الربع الأول لصالحهم بنتيجة 23-19 نقطة. وبنفس النسق واصلوا في الربع الثاني الذي انتهى ب38 سلة ل34. في النصف الثاني التمسنا رغبة جامحة لوداد بوفاريك قصد العودة في اللقاء، مع تراجع كبير في أداء الاتحاد الذي عانى كثيراً، فكان لأشبال المدرب صوفيان بولحية ما بحثوا عنه وحققوا الفوز في الربعين الأخيرين وبفارق كبير في النتيجة، وصل إلى 15 نقطة. انتصار وضع الوداد في الريادة مناصفة مع وداد رويبة، والعلامة الكاملة للجمهور العاشق للمدرسة الودادية المتنقل إلى العاصمة من أجل مؤازرة ناديه. في الرياضات العسكرية، وفي إطار تنفيذ البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية الوطنية والدولية للموسم الرياضي 2023 أو 2023 المصادق عليه من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، أشرف اليوم السيد العميد قائد المدرسة التطبيقية لجندي البحرية بجيجل باسم السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة على مراسيم الافتتاح الرسمي للبطولة الوطنية العسكرية ما بين دارس للرمي بالمسدس الآلي ذكور وإناث التي تحتضنها المدرسة في الفترة الممتدة من 7 إلى 12 جونفي 2024. وتهدف هذه البطولة لصقل المواهب واكتشاف المهارات الفردية لدى المشاركين. مشاهدينا، ختام أخبار الرياضة قدمناها لكم من التلفزيون الجزائري، وآخر ما نختم به هذه الصور الجميلة لوصول المنتخب الوطني الجزائري لمدينة بواكيا الإيفوارية وحرارة الاستقبال التي كانت من أهل المدينة. إلى اللقاء.